بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة. مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي رقم 6 شرح تفصيل القواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين معاك في حل مجموعة من المنهج بتاعك العام 2020. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في كتاب جيمس صحيح على بركة الله للعام 2022. بدايتنا مع الوحدة 7 الدرس الأول والثاني. إن شاء الله نشتغل على الفوكابل إكسرسايز بتاعتها واللي بدأت على الصفحة 13. وبسم الله على بركة الله نبدأ. وبنأكد عليك معلومة، احنا يعني الشباب شغالين من كتاب المعاصر نفس المنهج، واكيد انت عارف احنا بدأنا في المعاصر قبل ما نبدأ في جيم، لان الجيم متأخر شوية على ما نزل السوق. نأكد على معلومة ان الكتابين موجودين معنا على القناة، وان شاء الله هنشتغل لك فيهم هما الاثنين. وعلى بركة الله بصحيح النهاردة هنبدأ مع جيم زي ما قلنا الوحدة 7 الدرس الاول والثاني. هنشتغل على الفوكابل اكسرسايز بتاعتها. بسم الله الجملة الأولى بتقول لك The young musician's first performance was so. الأداء اللي أداه العازف الشاب أو الأداء الأول بتاعه كان إيه جدا. That the fans لدرجة إن المعجبين stood for 10 minutes clapping for him. الناس بقى وقفت 10 دقايق تسقف له. يبقى الأداء بتاعه كان إيه؟ Impressive بمعنى له طبيعة فيها تأثير، ولكن التأثير هنا من ناحية الإعجابية، نوع من الإعجاب، ولا افكتيف بمعنى فعال. زي ايه؟ زي ما حضرتك مثلا تقترح طريقه لحل مشكله، تبقى الطريقه دي فعاله، غير لما تبقى فعاله بكلمه امبرسيف اللي هي ليها ناحيه اعجاب اكتر، الناس بتبقى منبهره بالحاجه. ولا ديسابوينتد بمعنى خيب امل، ولا ديبريسد احبطه. لا، العزف ده حاجه لها تاثير عاطفي، ليها نحو، ليها حاجه ليها علاقه بناحيه الاعجاب. يبقى نقول عليها امبرسيف، ما نقولش عليها افكتيف، لان زي ما قلنا افكتيف تنفع مع حاجه زي حل مشكلات وما الى ذلك. اتنين بيقول لك فيها ماي جراند ماذر تشاريتي ورك، العمل اللي بتقوم به جدتي في مجال المؤسسات الخيريه. ماله يا عمي؟ قال لك از اور ان تو اول ذا فاميلي. ايه بالنسبه للعيله كلها؟ ايه الشيء ده؟ انفنشن اختراع، انسبريشن الهام، انتنشن نيه، ولا انستتيوشن مؤسسه. لا، شغل تيتا في مجال العمل التطوعي او تحديدا الجمعيات الخيريه حاجه تمثل انسبريشن الهام لكل العيله. في ثلاثه بقول لك فيها هارد ورك، العمل الجاد. ماله؟ از ون اوف ذا بيست ويز تو، واحد من افضل طرق ايه يا عمي؟ ذا بروبلمز، مشكلات اوف افري داي لايف، الحياه اليوميه. يعمل لها ايه؟ ديفاين، يحدد، فيل، يفشل، اوفركم، يتخطى، يتغلب على، ولا ريفاين اللي هي عمليات التكرير زي البترول الحاجات دي. لا، اوفركم، لان العمل الجاد هو افضل طريقه للتغلب على مشكلات الحياه اليوميه. نتحرك مع الجمله رقم 4 واللي بيقول لك فيها هاني تولد مي ذات هي وركد از سيلز ايفا. هاني اخبرني ان هو عمل ك سيلز، معناها مبيعات. before he left his job، قبل ما يسيب الوظيفه. طب كان شغال ايه بقى في المبيعات؟ سيلز اسيستنت اللي هو بائع معناها، ولا اونر مالك، ولا ديتكتيف متحري اللي هو بيقولوا عليه يقوم بجمع التحريات والحاجات دي، ولا انفورمر. ده شغال في السيلز اسيستنت. كان شغال سيلز اسيستنت بمعنى بائع في مكان قبل ما ينتقل او قبل ما يسيب هذه الوظيفه. خمسة بقول لك عادل إمام ماله بعد الإمام؟ always play the main، دايما كان بيلعب إيه الرئيسي؟ in his most films and series، في معظم أفلامه ومسلسلاته كان بيلعب إيه بقى؟ بيلعب إيه؟ procedure بمعنى إجراء، director بمعنى مخرج، rule بمعنى قاعدة أو قانون، ولا character شخصية. character، دايما عادل إمام بيلعب الكاركتر الرئيسية في سواء كان مسلسل ولا فيلم. الجملة رقم 6 بقول لك فيها Our team qualified for an international basketball. ايه؟ الفريق بتاعنا تأهل إلى إيه بقى؟ دولي في كرة السلة this year، هذا العام. But we lost in the final game. لكن للأسف احنا خسرنا ماتش النهائي. ونشوف المهم اللي جاب ايه؟ ريس سباق، examination بمعنى فحص، ولا championship بطولة رياضية، ولا relationship بعلاقة. احنا للأسف كانت ايه بقى؟ خسرنا في البطولة اللي هي الرياضية اللي هي باسكت بول تشامبيونشيب. إجابة وحيدة صحيحة. سؤال فيها It's not easy for a woman to successfully، ليس من السهل على سيدة
انه ايه وبنجاح كذا، being كونها a professional sportswoman رياضية محترفة، with being mother مع كونها ام. دمج يتلف، ولا كومباين يجمع، ما يجمع ما بين حاجتين يعني، ولا سيباريت يفصل، ولا كرييت يخلق او يبدع. كومباين ليس من السهل على على سيده انها تجمع ما بين رياضيه، انها تبقى يعني رياضيه محترفه، وانها تكون ام في نفس الوقت. تم لك فيها وي اول ريسبكتد ابراهيم حماتوس، احنا كلنا يعني احترمنا ابراهيم حماته. ايه بقى to succeed، انه ينجح in his career في مجاله. as a table tennis player، كلاعب لتنس الطاولة. although he lost his arms، على الرغم انه هو فقد ذراعيه طبعا، يا ربنا يعافينا. نقول ايه بقى determination، اصرار عزيمة. inspection جاي من inspect بمعنى يفتش، تبقى تفتيش. deterioration جاي من deteriorate، deteriorate معناها ان الشيء يحصل له تدهور، حاجه زي كده بديه تدهور. وريدكشن جاي من ريديوس، يقلل. ريدكشن ان الحاجه يتقل. لا طبعا ابراهيم كان عندي ديترمينيشن، كان عنده عزيمه اصرار. اجابه صحيحه في جمله رقم 8. نحرك الشاشه شويه يا شباب علشان الجمله رقم 9 تظهر معانا، وكمان رقم الصفحه، وكمان رقم الصفحه. يقول لك في 9 ان ذا نيو سكول، في المدرسه الجديده. There are special classes for teaching or educating، في المدارس الجديدة، المدارس المبنية حديثا يعني. هناك فصول خاصة لتدريس أو تعليم مين children. إيه مواصفات children دول؟ إن هم بورد، بورد معناها يشعروا بالتضجر، متضايقين يعني، ولا ديفايس، يعني عندك كلمة ديفايس معناها حلقة أو تقنية والحاجات دي، ولا ديسيبلد بمعنى معاقين، ولا ريفايز دي جاي من الفعل ريفايز ويراجع بديه كده راجعة. لا بنقول عليهم disabled children بمعنى الاطفال اللي عندهم اعاقات معينه، وربنا يعافينا جميعا. عشان ولا فيها ذا رايتر الكاتب ماله يا سيدي. The essay's main arguments in the final paragraph، الكاتب كذا، النقاط الجدليه الاساسيه اللي كانت موجوده في المقال كذا في الفقره الاخيره. يبقى عمل لها ايه؟ عملها بقى phrased. كلمه phrased جايه من الفعل phrase بمعنى يعبر عن شيء او يقسمه الى عبارات، ولا ديفايس بمعنى يعمل حيله تقنيه حاجه زي كده. اكسكليم يتعجب، وسمرايز بمعنى يلخص، كلهم طبعا في الماضي. هنقول سمرايز ده لخص، يبقى الكاتب لخص اهم النقاط الجدليه او النقاط الحواريه للمقاله كلها في الفقره الاخيره. قول ما حضرش بقول في احمد ازريلي، احمد حقيقه ماله. About his university studies، بخصوص الدراسة الجامعية بتاعته. ما ماشي يا سيدي. He can't wait for the beginning of the term، لا يمكنه أن ينتظر حتى بداية الترم. يبقى عندي حماس بقى، ربنا يديله الصحة والعافية. ماشي يا سيدي. يبقى لون ايه؟ enthusiastic بمعنى متحمس، حماسة زيادة بقى، ولا magnetic، magnetic معناها مغناطيسي، ولا aquatic اللي هي معناها مائي، ولا fanatic اللي هي المعنى الحرفي ليها متعصب لشيء أو متحمس ليه. لا طبعا ده متحمس للدراسة ومش قادر يصبر لحد ما يبدأ الترم. يبقى نقول enthusiastic بمعنى متحمس. إجابة صحيحة في جملة 11. 12 بيقول لك فيها in Egypt، في مصر. All those age 18 or above، أولئك الذين عمرهم 18 سنة أو يتجاوز أو أكتر يعني. من هم بقى؟ Have the right to، لديهم الحق في إيه بقى؟ In the elections، في الانتخابات. Teach يدرس، ولا exercise يتدرب، ولا ديجريد بمعنى يحط من شأن أو يحط من قدر أو يهين، ولا فوت، فوت بمعنى يصوت الانتخابات يروح يقول صوته يعني. هي دي فوت. إجابة صحيحة في جملة رقم 12. تدرج ولا في I think it's not it isn't easy for a young pupil to، أعتقد أنه ليس من السهل لتلميذ صغير أنه إيه بقى this poem، هذه القصيدة. however simple it is، مهما كانت بساطتها. يبقى مش هيقدر يعمل لها إيه؟ calculate يحسب، publish ينشر في الجرايد والمجلات، ولا paraphrase يشرحها يفسرها، ولا appreciate يقدر او يثمن. مش هيقدر بقى ايه paraphrase، مش هيقدر يشرحها. اجابه صحيحه في جمله رقم 13. ابشر ولا فيها ده study figures، كلمه figures طبعا study معناها دراسه، وfigures معناها الرسوم التوضيحيه. يبقى دي دراسه كان معمول لها رسوم توضيحيه. بتعمل ايه الرسوم ده؟ كليرلي ايه؟ بطريقه واضحه. يبقى the difference، الفارق او الاختلاف in world living standards، في مستويات المعيشه على مستوى العالم. طيب وضح. يبقى كليرلي ايه بقى؟ delight بمعنى
يخلي حد سعيد، ولا هايلايت ابرزه، ولا ريبلاي يرد، ولا فوكس يركز على هايلايت ذا ديفرنس. تمام، ما ينفعش اقول فوكس ذا ديفرنس، فوكس معناها يركز صحيح، تمام عندك انت في العربي، لكن فوكس محتاج اروح حرف جر اون، لكن هايلايت هي اللي تنفع تيجي في الجمله زي ما انت شايف كده، والهايلايت ذا كذا مثلا بيبرز شيء او بيبين. يا احمد از احمد ماله بقى فور تيكينج كير اوف هيز جراند فادر، انه يعتني بيه جده، ماشي، هو از فيري اولد، الكبير في السن، سو هي ليفز وذ هيم، ولذلك بيعيش معاه. طب يبقى كده احمد ايه بقى؟ irresponsible غير مسؤول، ولا desirable مرغوب، ولا reusable بمعنى يمكن إعادة استخدامه، ولا responsible مسؤول. responsible عشان تبقى أحمد is responsible for، أحمد مسؤول عن الاعتناء بجده الكبير جدا في السن ولذلك هو بيعيش معه. نتحرك مع صف 14 علشان نكمل الفوكابلري اكسرسايز الشباب اللي جاي على الوحدة 7، الدرس الأول والثاني زي ما قلنا من كتاب جيم من عام 2022. بقول لك ذا مينينج اوف سكسس، ده عنوان الوحده، وادي رقمها قدامك عشان ناكد معلومات. وصلنا جمله رقم 16 بقول لك فيها there is a or an، يوجد كذا، ايه يا عمي؟ increase بمعنى زياده in online shopping، في التسوق عبر الانترنت، during the coronavirus pandemic، خلال فتره الكورونا ربنا يعافينا. طيب procedures have made great profits، الاجراءات ده هي طبعا ايه، حققت منافع كبيره جدا. طيب يبقى نقول significant بمعنى ذو دلالة، ولا minor بمعنى أشياء قليل، ولا amazed مندهش، ولا ineffective غير مؤثر أو غير فعال. لا طبعا، واضح أنه بيتكلم عن حاجة إيجابية، يبقى نخليها يبقى significant، إجابة صحيحة في جملة رقم 16 بقول لك فيها my brother works as a civil engineer، أخويا بيشتغل مهندس مدني. تمام، in the new إيه بقى capital، إيه بقى جديد عاصمة، العاصمة إيه دي؟ communicative بمعنى له علاقة بالتواصل والتفاهم والاتصال، وده نوع من أنواع أو أسلوب من أساليب التدريس للغة الإنجليزية، عندك حاجة اسمها communicative approach، وهو طريقة التدريس بنظام استخدام اللغة كوسيلة للتواصل والتفاهم، ولا administrative إداري، ولا competitive تنافسي، ولا investigative له علاقة بالتحريات والحاجات دي. لا، أنت عندك حاجة اسمها new administrative capital، العاصمة الإدارية الجديدة. إجابة صحيحة في الجملة رقم 17. طيب 18 بقول فيها the newspaper، الجريدة مالها بقى، says that، بتقول إني، بس هنا في حاجة لسه هنكمل بيها، كذا اللي علاقة اللي هي كذا اللي في الجريدة بتقول إيه، there will be an increase، هيكون في زيادة in the number of university students، في طلاب الجامعة next year، العام القادم. طب تبقى إيه؟ article، مقالة، item، كلمة item معناها مصطلح من شيء، تمام، ولا كابشن اللي هو التعليق اللي انت بتكتبه على صورة، ولا شرح، ولا حاجة زي كده، ولا كومبوزيشن اللي هو الموضوع الانشائي. الجرايد بيكتبوا فيها ارتكل يا شباب، بيكتبوا فيها مقالات. اجابة صحيحة في جملة رقم 18 بقول فيها people with high blood pressure، الناس اللي عندها ضغط دم عالي ربنا عافينا، are three times more likely، ثلاث مرات بتزيد قوة احتمال انهم develop heart، يحصل لهم ايه بقى، حاجة لها علاقة بالقلب، or have a stroke، بيبقى عندهم ايه بقى، حاجة لها علاقة بالقلب، او تيجي له والعياذ بالله سكتة دماغية، بيقولوا عليها جلطة دماغية، يبقى بيجي له ايه بقى، حاجة لها علاقة بالقلب، cure علاج، disease مرض، ولا medicine دواء، ولا process اللي هي معنى عملية اجرائية. لا، بما ان احنا بنتكلم عن الجلطات والحاجات دي ربنا عافينا، وحاجات دي علاقة بالقلب، يبقى انت بتتكلم عن ايه، heart disease اللي بيقولوا عليها امراض القلب. إجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع الجملة اللي عليها الدور، وهي جملة رقم 20، نخليها اللي ظاهرة قدامنا، واللي بيقول لك فيها إيه؟ سميرة's brother never missed a، أخو سميرة لم يفوته أبدا إيه؟ اللي ما فاتوش أبدا، to criticize his sister، إنه ينتقد أخته when they were young، لما كانوا صغيرين، يبقى ما كانش بيفوت إيه بقى؟ award بمعنى مكافأة رسمية، ولا reward مكافأة غير رسمية، ولا opportunity فرصة أو مناسبة، ولا race سباق opportunity، ما كانش الواد الفجر ده بيفوت فرصة من غير ما ينتقد أخته ويوجه لها اللوم. واحد جملة في after I got to the stadium، بعد ما وصلت الاستاد، ايه يا عم اللي حصل؟ I كذا، انا اني، the match، ان المباراة had already started، المباراة بالفعل بدأت. طب ايه بقى؟ reminded، ذكر، achieved، انجز،
ريكوجنايز تعرف على، ولا رياليز ادرك. رياليز ادرك، هو وصل الاستاد من هنا وادرك ان المباراه شغاله ليها فتره طويله. الجمله 22 بيقول لك فيها since show there، الطلبه بيبينوا there ايه for the teacher للمعلم by not talking، بانهم ما بيتكلموش while he is explaining the lesson، اثناء ما بيشرح الدرس يبقى بيبينوا له ايه بقى؟ respect احترام، hatred كراهيه، disrespect عدم احترام، envy بمعنى حسد وغيره والحاجات دي. لا طبعا الطلبه بيبينوا الريسبكت بتاعهم للمدرس لما بيسكتوا او لما ما بيتكلموش اثناء ما بيشرح. نتحرك مع العنوان الجديد اللي قدامك، بيقول لك expressions بمعنى تعبيرات، idioms مصطلحات، prepositions احرف جر، derivatives مشتقات، synonyms مترادفات، antonyms متضادات. يبقى التمرين اللي جاي ده او الجزء اللي جاي ده من التمرين من الجمله رقم 33 لحد ما توصل، عفوا 23 لحد ما توصل 32، بيتكلموا في الاطار ده. نحرك الشاشه بس شويه عشان العنوان ده يبقى هو اللي ظاهر قدامنا. وبيقول لك في 23 the experienced architect، المهندس الخبير او زي ما بيقولوا ايه المخضرم يعني، is responsible for، وخد بالك من حته responsible ده، هي مسؤول عن يبقى designing the entire project، المشروع كله، تصميم المشروع كله. طيب يبقى المهندس المعماري ده، the architect اللي احنا قلنا المهندس المخضرم ده في مجال المعمار، هو المسؤول عن تصميم المشروع كله. ماشي يا سيدي. طيب the synonym of responsible، ايه المرادف لكلمه responsible؟ مسؤول. يا ترى inefficient غير كفء، ولا trustworthy جدير بالثقه، ولا affecting جاي من affect يؤثر بمعنى مؤثر، ولا puzzling حاجه مربكه محيره؟ لا، responsible هنا بتساوي عندي حاجه اسمها trustworthy بمعنى جدير بالثقه او محل ثقه. 14 مولي فيها the achievements of great women، الانجازات اللي حققتها النساء العظيمات، really حقيقات ايه بقى؟ people's minds، عقول الناس، about the role of women، عن دور المرأة in society في المجتمع. عملت له ايه بقى؟ played لعبت، did فعلت، made جعلت، ولا changed غيرت؟ changed غيرت. الانجازات اللي حققتها النساء العظيمات غيرت وجهة نظر الناس عن دور المرأة في المجتمع. الجملة 25 بيقول لك فيها winning the Olympic medals، الفوز بالميداليات الأولمبية is inspiring، ملهم. إيه بقى؟ all young sportsmen، عارف عايز حرف جر هنا، كل الرياضيين الشباب and sports women سواء كانوا نساء أو رجال. طيب inspiring إيه حرف الجر بتاعها؟ in ولا at ولا for ولا about؟ inspiring for، ملهم لي. إجابة واحدة صحيحة. فكم نسترجم ولا فيها the company value the experience، الشركة كلمة value هنا هو بمعنى ثمنت، يعني عايز يقول لك قدرت يعني، قدرت يعني. بيقول لك الشركة قدرت الخبرة of the secretary، للسكرتيرة who has just retired، اللي تقاعدت طلع سن معاش. طيب value هنا بقى بيقول لك ايه؟ similar in meaning to the verb، مساوية في المعنى لإيه؟ appreciate يقدر، deny ينكر، refuse يرفض، ولا disregard. ماشي، ديس انت عندك ريجارد كذا، يبقى disregard كذا معنى لا يعتبره كذا. طيب هنا بقى value تساوي عندي appreciate بمعنى يقدر. اجابه وحيده في الجمله رقم 26. نحرك الشاشه عشان نشوف الجمله رقم 27 وكمان معاها نشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها. بيقول لك ايه؟ it leaves a very bad، ده بيترك ايه سيء؟ if you are late for a job interview، لو انت اتاخرت على ميعاد المقابله اللي معموله لك عن على ايه للوظيفه. طب باد ايه بقى؟ امبرس بمعنى يؤثر فيه او يبهر، امبريشن بمعنى تاثير او انطباع او ابهار والحاجات دي، ولا امبرسيف بمعنى مؤثر، ولا امبرسد بمعنى تاثر؟ لا، عندك حاجه اسمها باد امبريشن بمعنى انطباع سيء. اجابه وحيده في الجمله بتاعتنا. تمام، شوف لك فيها this model combines a printer and scanner، الموديل ده بيبقى فيه جاي او بيجمع ما بين حاجتين، جواه برينتر طبعه وكمان سكانر. The antonym of the verb combine، ايه المضاد للفعل combine؟ combine بمعنى يجمع ما بين حاجتين. طب عكس ان انت تجمع بين حاجتين تعمل لهم ايه بقى؟ relate بمعنى يوجد علاقه ما بين كذا وكذا، او ينسب كذا لكذا، ولا connect يربط حاجتين ببعض، ولا separate يفصل، ولا spray يرش. separate يفصل، ودي عكس combine. في الجملة اللي بعدها اللي 29 بيقول فيها I am really enthusiastic، أنا والله متحمس. طب إيه حرف الجر بتاعها؟
the idea فكرة of reading online newspapers قراءة الجرائد على الإنترنت. يبقى enthusiastic إيه بقى؟ about ولا in ولا at ولا on؟ عندك حاجة اسمها enthusiastic about بمعنى متحمس لي. الجملة اللي بعدها بيقول لك فيها visiting برج خليفة، مالها بقى زيارة لبرج خليفة؟ is really an impressive experience. خبرة مؤثرة. The adjective impressive هنا بقى is the opposite، عكس ايه؟ respected بمعنى محترم، ولا meaningful بمعنى ومغزى، ولا effective مؤثر، ولا insignificant. كلمة insignificant المعنى الحرفي ليها ليست لها دلالة أو ليست مؤثرة أو الحاجات دي. هي ده اللي ناخدها إجابة. تمام؟ insignificant يعني الوحيدة المنفية فيهم، الكل بين كلهم مثبتين لكن هي منفية، وأنا عايز عكس impressive. في جملة واحدة دي بيقول لك فيها the internet made a great change in، الانترنت عمل تغيير كبير في ايه؟ of the way، في طريقة students learn بتعليم بيها الطلبة. طب اتعلم ايه بقى؟ ان ايه بقى؟ in advance، كلمة advance المعنى الحرفي ليها يتقدم، terms المعنى الحرفي ليها مصطلحات، conclusions معنى الحرفي ليها خواتم، request معنى الحرفي ليها الطلب. تعال عندك حاجة شباب اسمها in terms of، انت نزول معناها في مجال كذا. الجملة 32 بقول لك trees give us، الشجر بيدينا ايه؟ chemicals كيماوية، يعني مواد كيميائية، which can be used in many fields، والتي يمكن استخدامها في مجالات عديدة. طب بيدينا ايه بقى chemicals؟ مواصفات ايه؟ value قيمة، ولا valuing واخد شكل الجيرند، ولا valuable بمعنى ذا قيمة، ولا value الاسم ملوش قيمة؟ هنقول valuable chemicals بمعنى مواد كيميائية ذات قيمة عالية. وبكده شباب يكون انتهى تدريب الفوكابلري اللي جاي على الدرس الاول الاول والثاني، الدرس الاول والثاني من الوحده 7، وان شاء الله انتظرنا في مزيد من تدريب المهنه بتاعك مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.